عايزين نعرف بس اخر التطورات وطمنا على الحالات اللي موجوده من الاصابات الحادث. اهلا بحضرتك. الحادثه كان تقريبا فيها حوالي 49 مصاب، معظمهم حالات مستقره، ثلاث حالات بس محتاجين تدخل جراحي، حاله فيهم كسر بالكاحل وده داخل خلال ساعه ان شاء الله باذن الله العمليات، وحاله ثاني في كسر مضاعف بالركبه وده بينتظر معانا تحت الملاحظه والمتابعه، وفي حاله نزيف بالمخ قسم جراحه المخ والاعصابي ان شاء الله هيدخلوا برده العمليات خلال ساعه. الحالات كلها الحاله العامه فيها مستقره، الامور مستقره تماما، ما فيش اي مشاكل. 49 ولا 59؟ هو انا الاحصائيات بالظبط انا مش ممكن حضرتك تاخديها من مدير الاستقبال او حد من الاداريين، انا ما اعرفش، بس هي في الرينج ده، انا ما اعرفش كام تقريبا. باقي الحالات كلها كدمات وكلهم تقريبا خرجوا في حسن من المستشفى، ما فيش حد حاجه في المستشفى ثاني خالص. تمام، شكرا جزيلا. دكتور محمود اليماني. دكتور محمود، يعني الحالات ممكن لو هنطمن الناس على الحالات اللي موجوده نقدر نقول ايه استقبالكم وتجهيز المستشفى لاستقبال الحالات بشكل سريع؟ هي الحمد لله المستشفى مجهزه لاستقبال كل انواع الحوادث بمختلف تخصصاتها. الحالات العظام بنتعامل معاها يعني وفقا للبروتوكول اللي موجود، حسب خطورة الحالة وحسب الكسر اللي موجود. طبعا في اقسام تانية زي الجراح وزي المخ والاعصاب بيتعاملوا برضو في وقت وصول الحالات على طول. الحمد لله لغاية دلوقتي يعني مفيش مشاكل وربنا ييسر ان شاء الله. السلام عليكم. شد حيلك. دكتور بيتر، يعني زيارة سيادة المحافظ بشكل مفاجئ طبعا، كان موجود التجهيزات كمان والإجراءات الاحترازية اللي موجودة داخل مستشفى. لا هو احنا جاهزين في اي وقت، يعني شرف شرف اي وقت موجود، كل حاجه مستعدين يعني في اي وقت، وشرف ان هو ده حاجه شرف لينا ان يجي يزورنا، يعني اهتمامه بالمرضى واهتمامه بالحادث الكبير زي كده واهتمامه بالمكان. تمام، والدنيا يعني الحمد لله مش مشاكل خالص، كل حاجه اتعملها اللازم كله، مش اي تصريف اي حاجه ولا في اي في اي حاجه الحمد لله. يعني مجايبه طبعا الزحمه طبعا دي غصب عننا عشان بس العدد طبعا. شكرا. خلينا اعزائي المشاهدين اهل مصر في كل مكان، تابعنا معكم من خلال فيديو لجريدة أهل مصر، يعني زيارة سيادة المحافظ اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية لمستشفى الصدر في زيارة مفاجئة بعد الحادث الأليم اللي ضم 59 مصاب، واطمئننا على حالة المصابين. نطلع على النزول. ما عادش شوكولاتايه ولا بونبونيه ولا ايه؟ لا الشنطه تاخد صدق. انا خلاص هانت كلها ايام ساعات. بس ما تقوليش مصل ولا راح بس يا معلم، يعني اصل حد قال لي يعني